نروح بقى للاعب المسعد اللي بيسعدنا، اخباره بتسعدنا، محمد صلاح النجم المصري فخر العرب دايما بيسعدنا باخباره، لاعب منتخب مصر الاول ونادي ليفربول طبعا. وطبعا انتم عارفين ان صلاح طول الوقت عندنا دايما اخبار كتيره خاصه بصلاح. الحقيقه فاز بجائزه افضل لاعب، والجائزه اخذها الصوره اهي بتقول افضل لاعب في العالم تصويت الجمهور مجله جلوب سوكر، وده خلال حفل اقيم في دبي اليوم زي ما انتم شايفين. طبعا الحفله دي النهارده كانت في دبي، وطبعا صلاح اخذ الجائزه، وطبعا يعني اجمل ما فيه كمان ان صورته كانت مزينه برج خليفه بدبي بعد تتويجه بالجائزه، فالصوره اهي صوره محمد صلاح على برج خليفة في دبي، فطبعا شيء جميل. مزيد من التفاصيل وإحنا بنشاهد صورة صلاح الناقد الرياضي أحمد درويش. مساء الخير يا أحمد. مساء النور يا أستاذ شفكي، بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك، وكل التحية لمشاهدي القناة الأولى وتلفزيون مصر. أكيد. سؤالي طبعا عن الجائزة، ويعني تتويج صلاح بهذه الجائزة وصورته كمان اللي موجودة على برج خليفة في دبي، تفضل. بالتأكيد هي تتويج لمشوار محمد صلاح خلال الموسم الأخير. محمد يعني ضرب أرقام قياسية عظيمة، حصل العديد من الجوائز. الجائزة دي نفسها في 2016 محمد كان كسبها كأفضل لاعب عربي، النهاردة محمد بيكسبها كأفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، حاجة عظيمة، إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية في صورة محمد صلاح. محمد بيسعدنا دايما دايما زي ما قلت لحضرتك، كم الفخر والعظمه واحنا شايفين صوره محمد صلاح بتزين برج خليفه. طبعا محمد السنه دي ناس كتير مش واخده بالها ان محمد السنه دي حصد ثلاث بطولات مع فريق ليفربول، يعني كاس الرابطه، كاس الاتحاد، والدرع الخيريه، بالاضافه طبعا انه كان له انجازات فرديه، هو هداف الدوري الانجليزي، وكمان محمد وصل مع منتخب مصر لنهائي كاس الامم الافريقيه وخسرنا بركلات الترجيح، وكمان تصفيات الاخيره للصعود كاس العالم اللي ما وفقناش فيها امام السنغال. دايما محمد مساهم بنسبه كبيره جدا جدا في كل التتويجات دي. كمان ليفربول ما ننساش كان الطرف الثاني في المباراه النهائيه امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. طبعا محمد صلاح ما حالفوش الحظ في ثلاث نهائيات، لكن نجح في حظ ثلاث بطولات، هداف الدوري الانجليزي. فمحمد صلاح دايما دايما بيضرب المثل والقدوه ازاي تنجح وازاي توصل اعلى مراحل التتويج. حقيقي. كلمنا عن الجائزه نفسها، يعني الجائزه نفسها وتتويج صلاح بيها. جلوب سوكر دي جائزه من اكبر الجوائز في العالم، فاز بيها رونالدو 5 6 مرات. تمام. اخر حاجه السنه اللي فاتت كان امبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا هو المتوج بيها. نجوم عظيمه جدا جدا حصلت الجائزه دي. السنة دي كريم بنزيما بيحصدها كأفضل لاعب في العالم، ومحمد صلاح بيحصدها كأفضل لاعب في استفتاء الجماهير. يعني السنة الجاية يعني صلاح واخدها عن استفتاء الجماهير بشكل عام. بالظبط، وده مش حاجة قليلة، يعني إن محمد تفوق على مين يا فندم؟ تفوق على ليونيل ميسي، تفوق على هالاند نجم مانشستر يونايتد، تفوق على كريستيانو رونالدو، وبالتالي إنجاز غير مسبوق لأي لاعب عربي وأي لاعب إفريقي. فده مزيد من الفخر لينا كمصريين. أكيد. مزيد محمد صلاح من النجاحات. أكيد. طب سريعا وجود حضرتك أسألك عن مباراة بلجيكا ومصر، والناس معتبرة ولأنها مباراة ودية بس في حماس للمتابعة كبير. أكيد يا مدام شفكي، لما بتلاعب الفريق الثاني عالميا في التصنيف قيمته التسويقية تقترب من 570 مليون يورو. فريق فيه هازارد، لوكاكو، دي بروين. لا بلجيكا مباراة كبيرة يعني جدا، مرشح يفوز بكأس عالم طبعا. هما بيعتبروه الحصان الأسود دلوقتي، يعني الناس دلوقتي زي ما بتتكلم على البرازيل الأرجنتين بيتكلموا عن بلجيكا كمان. طبعا ومنتخب مصر طبعا قيمته زادت بوجود محمد صلاح، فأكيد الأنظار كلها تتجه إليه. كمان في شوية قلق، الهزيمة 5-0 لمنتخب الإمارات الشقيق أمام الأرجنتين إمبارح في مباراة ودية، فقلقت الناس شوية إن ممكن منتخب مصر يعني ايه يشيل اهداف، لكن في كل الاحوال هي مباراه مهمه، مباراه طريق ان شاء الله باسم المنتخب المصري مع منافس العالم كله منتظر منه حاجه كبيره في كاس العالم. اكيد. المنتخب البلجيكي.
أكيد الكلام دايما جميل، وإن النجاح اللي بيحققه محمد صلاح أجمل. أنا بشكرك جدا الناقد الرياضي أحمد درويش، بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما قلت لكم دايما الإنجاز حلو. ما هو محمد صلاح أنا بدأت معاكم وقلت لكم ناخد أجازة ومنشتغلش، لا، أنت كل ما بتشتغل بتنجح، كل ما بتشتغل بتحقق، كل ما بتشتغل أنت موجود.